هذه التغطية الحية والمباشرة عبر الجزيرة مباشر، ونحن هذه المرة في دير البلح وبالتحديد في مطاحن السلام التي تعمل على مدار الساعة في هذه الأوقات، وهي المطاحن الوحيدة في هذه الحرب التي تعمل لإنتاج الطحين ليتم تسليمه للأونروا أو للمخابز، بالإضافة إلى عدد كبير من المواطنين النازحين الذين جاءوا من شمال قطاع غزة إلى هنا إلى دير البلح ليأخذوا بعض الطحين ويشتروا الطحين من هنا ويأخذوا لمنازلهم أو حتى لمدارس الهواء لإنتاج الخبز لأطفالهم ولعائلاتهم. هناك قدرة إنتاجية ضعيفة في هذا الوقت في هذه المطاحن، بالإضافة إلى ذلك بأن هناك أيضا تكدس كبير وطلب زيادة على الطحين في هذا الوقت وفي هذه اللحظات الذي يتجمع فيها الآلاف من الفلسطينيين ليأخذوا يعني هذه يعني الكياس من الطحين في هذه المطاحن. نرحب بال الأستاذ عبد الحليم عواد مدير العلاقات العامة في مطاحن السلام، يعني تحدثنا في البداية عن القدرة الإنتاجية في هذا الوقت من مطاحن السلام. القدرة الإنتاجية كانت في السابق 480 طن للطاقة الإنتاجية، القمح متوفر ولكن اليوم المطحنة بتشتغل 20% من القدرة الإنتاجية، عندنا ثلاث خطوط إنتاج اليوم أصبحنا بنشتغل بس على خط واحد. وبنشتغل على مولد بقدرة إنتاجية حوالي 20% إحنا منذ اليوم الأول من إنتهاء الحرب كنا بنسلم الناس بانتظام وبآلية، بس بعد من يوم الثلاث بعد انقطاع اللي هو طبعا السولار عن المطحنة ثلاث أيام أو أربع أيام عمل على المطحنة، وبسبب نزوح الناس من الشمال للجنوب بعدد كبير 90% من كانت الناس تستهلك تشتري الخبز من المخابز، أصبحت اليوم المخابز شبه معطلة، الناس نزحت حتى المناطق اليوم المخابز في المنطقة اللي هي الوسطى والمنطقة الجنوبية تعمل بصورة جزئية بعدم توفر طبعا اللي هي السولار أو أحيانا الغاز، فالناس أصبحت هي المطحنة الوحيدة اليوم اللي هي تعمل اليوم في قطاع غزة في اللي هو طبعا توزيع الدقيق من أربع مطاحن. قلتم بأن بعد أيام سيتوقف أيضا المولدات عن العمل في هذا المطحن. نعم صحيح، إذا ما تم إدخال يوم من يوم الخميس ما تم إدخال سولار سيتم توقيف المطاحن عن العمل. الآن مناشدتكم؟ إحنا بنناشد طبعا الدول المنظمات الأهلية، منظمات الإنسانية، حقوق الإنسان، إنه طبعا يوفروا سولار ويفتحوا مناطق آمنة. أصبح اليوم أنا كنت في منذ الاندلاع للحرب الأول كنا نوفر لجميع المخابز، أصبحت اليوم العمال والساقين بقول لك لا، ما فيش عندنا مقدرة إن إحنا نصل في ظل القصف نوفر طبعا نوفر اللي هو دقيق للمخابز. المخابز أصبحت كلها مدمرة، المخابز بتعاني بجزء كبير من السولار من الغاز. الناس حوالي 2 مليون و200 شخص اليوم تعتمد على مطاحن السلام. طبعا مطاحن السلام تشغل اليوم 20% من القدرة الإنتاجية تاعتها. فأنا اليوم احنا بدنا خد قرار من اليوم يعني يتم التوزيع من خلال كل في مناطق الجنوبية، رفح، خان يونس، دير البلح الوسطى. شكرا جزيلا لك. حقيقة هناك يعني طلب زيادة وطلب كبير على الطحين في هذه الأوقات الصعبة، هناك مخابز قد تعرضت لقصف أيضا هناك مخابز قد أغلقت بسبب نفاذ أيضا الغاز ونفاذ الطحين في هذه الأوقات الصعبة الذي يمرها قطاع غزة في هذه الحرب الشرسة على القطاع. حيكون الطحين إن شاء الله من اليوم وبكرة وغدا سيتم توزيع الطحين على المناطق من رفح، ابتداء من رفح لغاية المنطقة الجنوبية، رفح، خان يونس، دير البلح الوسطى، كل واحد في مكان سكناه حيتم توزيع عبر النقاط إن شاء الله. عند المحلات حيكون متواجد من اليوم وبكرة وبعده حد يعمل إضافة. ماشي، حيكون أنا جاي من جبال البلد، قالوا لنا تعال أنا ولا وفرنا لا طحين ولا أي حاجة، لا كهرب ولا غاز ولا حاجة، صابونة فيش معنا فلوس نجيب أي شيء، المرة احنا معدومين عدم، فاحنا بنناجد الأمة العربية تقعد معنا، احنا فيش إلا الله ثم الأمة العربية.
عربية، مش حدا معنا احنا، احنا بنموت في البطيء قاعدين ولا حاجة معنا، اولادنا بالمرة احنا خسرنا شهادة وخسرنا دورنا بالمرة احنا وضعنا. انا عندي 20 نفر وغير اهلي واخوتي وقرايبي، كنا في غرفة واحدة، في غرفة واحدة بنموت من الجوع، بنرغيب بنلاقوش مرار، بناكل الاكل بلا اشي، بيعطونا علبة تونة ولا علبة لبنية، الاولاد قبل حاب الاولاد خسوا، باكو 80 خسوا بالمرة صار الاولاد. النساء 6 ساعات اول مرة بيجي، باكو انا نروح من المخبز صاروا يطخوا علينا، موتونا الكل والازدام كل يوم طوشة، قتلونا باكو انا نعصر حالنا، النساء تعصر حالنا، انا خلاك نروح ميتين، نتفة يعني نصرف طب 2 شكل يحسبوا علينا، ما تكفيش 100 نفر بالمرة، وضعنا سيء.